الحجر الكريم الذي يتوسط قلادة العروس أو السوميت كما في التراث السوداني، اسم اختاره مؤسس مقهى ومعرض سوميت للفنون بالخرطوم، حيث تطورت الفكرة لديه بعد أن وجد مقراً لمرسمه الشخصي، والذي سرعان ما صار ورشة ومعرضا للفنون التشكيلية والتطبيقية لعدد من الفنانين الشباب من أصدقائه. سوميت الناس بترتاح فيه، فده بخلي الناس انه هم بيجيبوا اعمالهم من غير ما نحن نطلب منهم. يعني بحس انه الحي يعني زي اللوحه دي كانوا معلقه في بيته. كنا بنعمل قهوه لزبايننا وبيبقوا اصحابنا اكشلي يعني، يعني نتونس إذا تاريخ القطعة الانتيكة ولا القطعة الفنية ومن الرسمة وكذا. فجاءت الفكرة منه يا أخي دي ما نحن قاعدين نجيكم كثير وبنقعد فترات طويلة وكذا، ما تعملوا في كافيه عشان نحن نجي نقعد فترات طويلة ونكون حاسين نحن قاعدين مرتاحين يعني. لوحات وقطع أثرية وإكسسوارات نسائية وتحف للزينة تعم أرجاء المكان، وحالة من الحميمية والاندماج بين رواد المكان. فالمقهى كما يفتح الباب لزواره يفتحها لتسويق المشاريع الفنية للشباب على اختلاف أنواعها. بصمم على تيشيرتات، على مض، بصمم على نوت بوك، عندي يعني هاشتاج معين اسمه شخصيات سودانية، إنه الشخصيات السودانية المشهورة اللي عندها دور على المجتمع، اللي أثرت على المجتمع سواء فنانين أو غيرهم، بعملهم على النوت بوك، معهم مقولات أو أغاني لهم. فشفت الحاجة دي مناسبة أكتر إنها تتعرض في سوميت. الركن ده اسمه الركن الهادي، نجي كلنا نتلمى فيه وإحنا الناس القدام. فيعني سوميت يعني حكاية من الزمن الجميل. أصوات الفنانين الكبار السودانيين والعرب تكمل العقد الفريد للحالة الفنية في مقهى سوميت، والذي يزداد الإقبال عليه مساء من طلبة الجامعات والموظفين. ألوان وفنون وتراث ورائحة القهوة، عنوان هذا المقهى الاستثنائي الذي صار قبلة للمهتمين والمريدين للفنون والعراقة بالعاصمة الخرطوم. سالي عثمان، التلفزيون العربي.